تمام استاذ محمود، برضو واحنا بنتكلم خلال هذه الفتره تحديدا، اصل اليو ديانج جاله عرض ب 800 الف مليون استرليني، وعصام شلتوت جاله عرض ب 900 مليون، ومحمود صبري مش عارف مين، مانشستر يونايتد بعت المكتشفين. يعني انتوا اساتذتنا في يعني اشمعنا دلوقتي ومش من المفترض؟ معلش خدني للاخر. مش من المفترض ان انا الاقي مصر كلها واقفه في ظهر النادي الاهلي خلال هذه الفتره؟ لا مش لازم، مش لازم والله، مش لازم مصر كلها يعني. والله مش لكن لازم. يعني لا مش لازم. طب دي جديده، الحاجات دي جديده، مش جديده بس عاوز اقول لك ايه، عاوز اقول لك على ايه. هو يعني مثلا دي بتخليك للبعض يعني المنافسين يعني بيبقى لهم دور في ان احنا نحط بقى يعني كفاياك انت هتروح فين تاني يعني انت ايه مكمل رايح فين؟ احنا كنا فاكرين كاشين 2-3 في الترجي، انت عملت لنا حتى لو جيت كسبت هنا 6-0 بس تخسر يعني عاوز اقول لك حاجه. فانت ايه، فبتيجي بقى حاجات بقى تترمي بصوره ويتكتب عليها قصص وروايات، وانه مثلا نادي مانشستر بعت الكشافين بتوعه هيتابعوا مثلا اليو ديانج في مباراه السبت عشان يشوفوا ايه اخباره ايه، لا ده مش عارف ده ولتر بوليا مش عارف رايح فين، لا ده علي معلول عقده اكبر عقد في الدوري المصري في التاريخ وبياخد بيضحكوا عليكم، لا ده العاوز انت عارف انت الحاجات دي. طبعا هنا بياتي دور ايه، هنا الاهلي بقى يعني الجهاز الفني، الاسره بقى، العائلة وكمان طبيعة وشخصية اللاعب. ده بتبقى شيء مهم جدا في احنا لما تجينا لو حكينا التاريخ وهنقول ونتكلم على مواقف كتير جدا، هتبقى شخصية اللاعب هي فيصل في الجزئية دي طبعا. يقبل او لا يقبل، يقتنع او لا يقتنع. أيوه. مهم وتواجده وشايف اللي معاه بيحترموه وشايلينه على راسهم بيديله كل اللي هو عايزه، ولا المسألة مسألة مادية بحتة؟ ما انت بتزعل على ناس في ايه؟ على مدار تاريخ النادي الاهلي تزعل على انه الماده يا جماعه مع كامل احترامي شيء مهم، لكن الاسره اهم، العلاقه والدفء الاسري. لما يبقى تاريخك مع الاهلي 10 12 سنه وتبيعه مع كامل احترامي ب 10 ولا 20 مليون، انت اللي خاسر، انت خاسر بيتك مش مشكله. نعم. مبروك عليك الفلوس، لكن في حاجه مهمه جدا، جمهور الاهلي عمره ما ينسى، ومصدر قوه الاهلي على مدار تاريخه اللي فاهم هو جمهوره رقم واحد. ما تعتقدوش يا جماعه انه غياب الجمهور يعني الجمهور مش واخد باله، لا واخد باله من كل اللي بيحصل ومتابع، بس يعني المشهد مطالب او مطلوب الفتره دي. فاعتقد انه ايه، بتيجي تعمل الحاجات دي ربما تديك صوره ايجابيه، ربما تديك القوه وتحفز، لا هنرد على الكلام ده في الملعب. انت دايما ايه، لما نيجي نتكلم على اللي حصل في 2018 الاهلي في تونس، احنا يعني قلنا الموضوع يكون ايه، الرد في الملعب. مظبوط، احنا مش هنرد غير في الملعب، احنا مش اسلوبنا بره الملعب والاساليب المختلفه اللي هي بتتقال دي. فاعتقد انه الحاجات دي مكشوفه، ايوه واضحه، مش هتنال من لعيبه الاهلي. مش هتيجي حد يروح يقول ديانج وهو ماشي كده خلي بالك ده جاي لك مانشستر وانت مش واخد باله، الاهلي مش عاوز امشيك. اعتقد لا، الناس دي يعني ملتزمه بعقدها، هيجي وقت لما يكون عنده حاجه فعلا الحقيقيه جايه ومطلوبه ومعروضه بسوق، اكيد هيبقى في نقاش، واداره النادي هتتسلم الورق الرسمي مش بالبق والكلام اللي بيتم. دي كل الحاجات يا كابتن اسلام، اعتقد بالخبره والتواجد السيد عبد الحفيظ في المشهد ده برضه بيصلح كثير من الاخطاء وبيوضح الصوره برضه. فاعتقد انه لعيبه الاهلي ان شاء الله تركيزه منصب على الوصول للمباراه النهائيه ان شاء الله.